لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى واية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة موصولة إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، متابعي ومشاهدي ورواج ملتقى الدارين، أهلا ومرحبا بكم مجددا مع دروس وعبر تربوية من الحكم والأمثال. النهاردة اخترت لحضراتكم موضوع مهم جدا، مهم جدا في حياة كل واحد مننا، مهم جدا وأنا بنطق ليكم العنوان، مهم جدا وإحنا بنقف بعد ما نسمع العنوان أمام مفردات هذا الموضوع اللي يفترض أنها لن تنتهي بانتهاء الحلقة، وإنما ستبدأ مع واحد كل مننا، مع كل واحد مننا بعد الحلقة. يا ترى موضوع النفس اللي اتكلمنا عنه النهارده، احنا بنتكلم عن الثقة بالنفس ولا بنتكلم عن النفس؟ النفس الإنسانية، تلك النفس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، تلك النفس التي أعلمنا الله عز وجل أنها مختلفة ومتنوعة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من أتاها وقد خاب من دساها. ترى ماذا نعني بالنفس؟ وما أنواع الأنفس أو النفوس في القرآن؟ ولماذا لا يحاسب البعض نفسه؟ ولماذا تبقى النفس الأمارة بالسوء شعار البعض، فإذا به ينافق ويرائي ويكذب ويقتل ويسفك الدماء دون حسيب أو رقيب من الله سبحانه وتعالى؟ لماذا البعض عندما تنظر إليه تجد دائما نفسه لوامة، يلوم نفسه أولا بأول، فإذا به كلما أقدم على المعصية يعود ويتوب ويؤوب؟ لماذا نرى البعض أن نفسه مطمئنة فقد اطمأنت برضا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا نرى البعض أن نفسه ملهمة فألهمها فجورها وتقواها؟ النفس الملهمة نوع من أنواع النفس، ونوع من أنواع النفوس. ترى ما الحكم والأمثال التي خلفها لنا التاريخ وبقيت معنا حتى اليوم في الحديث حول النفس؟ اعرف نفسك، مش كده ولا ايه؟ ان لنفسك عليك حقا. النفس ان لم تنطلق تتعفن، وسنرى الكثير من الدروس والعبر في هذا الموضوع الذي يسعدني أن أكون معكم ومع حضراتكم في هذا اللقاء الهام. أكرر سعادتي بكل من انضم إلي اليوم في هذا البرنامج، وأكرر لحضراتكم أنه هذا الموضوع سعادتي تزداد عندما نتواصل وعندما نتحاور وعندما أسمع إليكم أحبائي الكرام في هذا اللقاء. موضوع مهم جدا، موضوع به من علم النفس ما يسعدنا، به من علم الاجتماع، به من العلم التربية، به من أمور الدين التي أغفلناها ولم نعد ندرسها لا في مدارسنا ولا في جامعاتنا. علينا أن نستعيد هذه القضايا لكي نفهم أن الانتصار على النفس فضيلة، ومن عرف نفسه فهو سيد ذاته، وأصلح نفسك يصلح لك أو يصلح لك الناس كما يقول البعض، ومن لم يحكم على نفسه
حكم الله عليه، وكما يقول البعض النفوس الضعيفة لا تقوى على التجربة. ولهذه الأمثلة، أمام هذه الأمثلة أحبائي، وقفات كثيرة جدا يجب أن نقف عندها بعد أن نتعرف على ماذا نعني بالنفس في اللغة. النفس، هل هناك تعريف واحد فقط؟ بعض الناس بيقولوا أن النفس تعني الروح أو الجسد، وتختلف الرؤية باختلاف الثقافات. حتى في علم النفس بيقولوا أن النشاط الذي يميز الكائن الحي ويسيطر على حركته هي النفس، والبعض يسميها بأنها القوة الخفية التي يحيا بها الإنسان، والبعض ينطلق على أنها هي العقل والجهاز العصبي ومحرك أوجه الإنسان في نشاطه المعرفي والانفعالي والسلوكي. شوف، بعض الناس يروح على أنها الروح، بعض الناس يروح على أنها الجسد في حركته، بعض الناس يصفها بأنها العقل. ها، وهناك رأي لغوي يقول أن كلمة نفس مذكر ومؤنث، بعض الناس تقول كده في نفس الوقت، فكلمة نفس المذكرة تعني الإنسان كاملا. مركزين معايا ولا لا؟ كلمة نفس بمعنى التذكير المذكرة تعني أن الإنسان كاملا جسدا وروحا. أما النفس المؤنثة فهي الروح، ولهذا يقال عن النفس أنها تحمل صفة المذكر وصفة المؤنث. طيب، على كل، النفس لم يعرف لها تعريف دقيق. هي فين؟ ها؟ ولا يوجد يقين في تعريف ما، ولكن هو اتصال بين الجسد والروح، والبعض يميزها عن الجسد وعن الروح وأنها شيء ثالث غير الجسد وغير الروح. وعلى كل، حسب المدارس في علم النفس، الناس اللي بتذاكر علم النفس في المدرسة السلوكية بيقولوا أن العلم معرفة مادية، ما نقدرش ندرس علم النفس بدون أن ندرس النشاط الخارجي. بتوع التحليل النفسي قالوا في مناطق وتقسيمات افتراضية كاللاوعي والحاجات اللي زي دي، وانتوا كلكم عارفين هذا الكلام. مدارس علم النفس كثيرة جدا، وكل مدرسة تنطلق حسب مؤسسها وموقفه، انما في النهاية احنا عندنا رأي بتاعنا وعندنا التأصيل بتاعنا، ونذكر جميعا كلمات مصطفى محمود رحمة الله عليه عندما قال في حوار مع صديق الملحد أن الإنسان له طبيعة ثنائية مادية وروحية، والروحية هي المادية في جسد الإنسان ونفسه الحيوانية، والجسد ده في أجهزة وأعضاء وحواس، والنفس الحيوانية في الإنسان هي الغرائز وغيرها، أما العواطف والانفعالات والمخاوف فمصرحها الدماغ حيث الطبيعة المادية كما ذكر الدكتور مصطفى محمود. تتعرض للتغير والمرض، ده الجانب المادي يعني طبعا، والجانب الروحي ده جانب عظيم جدا البعض يغفله ويتجاهله وفق النظريات التي يبنوا عليه النظريات. فتلاقي مثلا الماركسيين كل كلامهم عن المادة ويغفلوا تماما الجانب الروحي والجانب الإيماني والجانب العقائدي. على كل، ما أريد أن نقف عليه هنا باختصار شديد، وقد يعني تعاملنا مع منطق مهم جدا، هو منطق النفس البشرية في ضوء القرآن والسنة. فده الكلام اللي احنا عايزينه. فالنسمة زي ما بتقول هنا، حياكم الله وبارك الله فيكم، في ارتباط بين النفس وبين اليقين طبعا. بقرأ بس استجاباتكم كده بسرعة عشان انتوا بتكتبوا بسرعة. وبتقول ايه تاني نسمة؟ يعني حضرتك يوجد ارتباط بين النفس وبين اليقين، اكيد. تعالوا مع بعض واحنا بنتأمل الصورة الجميلة اللي قدامنا دي، هذا الرجل الذي يجلس ممددا قدميه على ربوة عالية وتحته في بحر، واخترت هذا العنوان وقفة مع النفس كده ولا ايه؟ وقفة مع
النفس. هذا العنوان مهم للغاية ان احنا نتأمله ونتعامل معاه في هذه الحالة من حالات الوعي أحباء الكرام مع هذا العنوان، وقفة مع النفس. من المتوقع بعد الانتهاء من اللقاء أن يصبح المشارك قادرا على أن يتعرف مفهوم النفس، مش كده ولا إيه؟ يتعرف أنواع النفوس أو التي عرضها القرآن الكريم، يمارس محاسبة النفس بين الحين والآخر، مش كده ولا إيه؟ يتعرف على الحكم والأمثال حول النفس الإنسانية، يقدر أهمية محاسبة النفس. دي أهدافنا النهاردة أحبائي الكرام. راضيين عن الأهداف دي؟ موافقين عليها ولا لأ؟ اللي مش موافق عليها ما يعملش علامة. موافقة جدا. طيب كويس، شكرا يا نسمة. أبو يوسف معانا؟ مصطفى حبيبة، نادر ولا مين؟ ونهى وسوسن وشمس وحياة ونسمة ومحمد وحسين ومحمد وعلاء ومحمود ومحمد والحسنى ولا مين؟ محمد السردي. اهلا وسهلا استاذ محمد. انا بس بقرا اساميكم يعني، بشوف الناس اللي منورين لنا، الناس الجميلة دي أشكركم. يعني إذا موافقين على الأهداف دي؟ موافقين طبعا. طيب تعالوا مع بعض باختصار شديد جدا أيها الأحبة الكرام، وإحنا عارفين هدف البرنامج هو الدروس والعبر التربوية والحكم. يعني الناس اللي معانا جديدة أول مرة النهاردة لازم تعرف إنه الحكمة هي ما تم تداوله على ألسن بعض الناس من الحكماء، يعني شيء نادر تكراره، نادر أن يقال، بينما المثل هو ما يتم تداوله بكثرة على ألسنة الآخرين. وهذا الفرق بين الحكمة والمثل. يقول لك فلان كلامه حكم، وبعدين مرة ثانية يقول لك على رأي المثل، مش كده ولا إيه؟ طيب نبدأ بهذه اللوحة الجميلة التي تعبر عن هذه الصورة التي نحفظها بآياتها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، شفت تحت القاعدة، وقد خاب من دساها. النفس اللوامة والنفس المطمئنة والنفس الأمارة، أنواع الأنفس، هنشوف الكلام ده بوضوح شديد جدا. تعالوا مع بعض بعد ما نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنفس الإنسانية. ليه؟ لأنها أعظم ما خلق وأبدع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. كده بين سبحانه وتعالى أن النفوس ألهمت الفجور والتقوى، فألهمها فجورها وتقواها، كده جاهزة. طب وبعدين؟ ولكن هذا الخير وهذا الشر ليس قدرا مسيطرا على شخصية الإنسان، وإلا كل واحد يقول لك بقى أنا خلاص انا قدري ان انا فاجر والعياذ بالله، يبقى اركن واقعد في جنب ويقعد بقى ايه يفتري على الناس ويقتل في الناس ويسرق الناس ويرتكب من المعاصي ما يريد. ليه؟ لانه خلاص هو فاجر. يعني واحد تاني مكتوب على وشه ده تقي؟ لا، مش كده المساله. ولكن بامكان الانسان ان يزكو بنفسه ويرقى بها، وبامكانه ان ينحط بها ويتدهور بشانها، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. شفت بقى ازاي؟ هنا بقى المسألة، هذه الطريقية. الرسول عليه السلام عندما وقف وخط خطا بالعصاية في الرمل والصحابة حواليه، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: ما هذا يا رسول الله؟
قال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، وجي على الخطوط اللي عملها الرفيعة كده وشاور عليه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يعني ادي الصراط المستقيم اهو، واللي هيروح هنا ده بقى يبقى مشي مع النفس الخبيثه والعياذ بالله. طيب، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. حافظين الدعاء ده مش كده بس بننساه. ماشي يا الحسن؟ الحسن، ايوه. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قولوا أمين. اللهم أمين. كلام كويس أوي. آدي النص القرآني. حد فيكم بالله عليكم كده، أنا عايز أحكي لكم. يقول بقى اسكنر، يقول فلان فرويد، يقول معرفش مين رائد المدرسة اللي كده الجشتلطية، رائد مدارس كذا، ونحفظ لدول وما نحفظش ربنا قال لنا ايه؟ وهو الدستور، وهو القرآن، وهو الذي أصل لكل العلوم وعرف لها. ينفعش طبعا. يبقى احنا لازم دايما نؤصل المفهوم. فتأصيل المفهوم في مسألة النفس الإنسانية والنفس البشرية لابد وأن نعود إلى القرآن كما عدنا بهذه الآيات التي قرأناها على حضراتكم ونتكلم عنها. تعالوا مع بعض نشوف بقى بشكل سريع جدا ورائع ومتميز أنواع النفوس التي عرضها القرآن الكريم. أنا بسألكم السؤال ده بقى، تجاوبوني حضراتكم، كل واحد يقول لي كده إيه عنوان عشان قد ما نبدأ في عرض كل نوع من الأنواع بسرعة. يا حبيبة. يلا. النفس اللوامة، حسين، ممتاز. النفس الأمارة بالسوء، شكرا أخ محمد. نسمة، النفس الأمارة بالسوء، النفس اللوامة. محمد، النفس المطمئنة، رائع، جميل. تعالوا مع بعض كده. النفس الفاجرة، شكرا جزيلا مصطفى، رائع. تعالوا نشوف أول نفس، النفس الأمارة بالسوء. النفس الأمارة بالسوء هذه النفس هي التي تأمر الإنسان بفعل السيئات والمعاصي. وقال تعالى في آياته الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إن ربي غفور رحيم. في سورة يوسف كده ولا إيه؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ده سيدنا يوسف في هذه الآيات، في هذه القصة اللي هو بطلها يعني، وامرأة العزيز تعترف بما حدث. فالنفس هنا الأمارة بالسوء تأمر صاحبها بفعل كل رذيلة تسيطر عليها الدوافع الغريزية، كما فعلت زوجة العزيز عندما همت به، ثم هم هو بها، هم بالانصراف، بعدين فقدت قميصه من ايه؟ من دبر. شديته يعني. وهذه النفس بدوافعها الغريزية تبرز فيها الدوافع الشريرة أيضا، فتوجه صاحبها إلى ما تهواه من شهوات. ولهذا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا المشهد وهذا الدرس في سورة في قصة سيدنا يوسف درس عظيم جدا في قضية النفس اللوامة أو النفس الغير مطمئنة أو النفس الأمارة بالسوء. نفس اللوامة نمرة 2 هي التي أقسم بها الله سبحانه وتعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة. فاللوامة أحبائي الكرام متيقظة، فقية، خائفة، متوجسة، تندم بعد ارتكاب المعاصي والذنوب فتلوم نفسها. وهنا تبرز في هذه النفس اللوامة قوة الضمير، ف
فبتحاسب نفسها اول باول. ها؟ وهي كريمه على الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لذلك اقسم بها في القران، ربنا سبحانه وتعالى اقسم بهذه النفس اللوامه لانها نفس كريمه. مش كده ولا ايه؟ وكما يقول الحسن البصري رحمه الله عليه. شوف، ان المؤمن والله ما تراه الا يلوم نفسه. المؤمن دايما بيلوم نفسه، بيقسم، هو بيحلف. ما اردت بكلمتي، وما اردت باكلتي، وما اردت بحديث نفسي، وان الفاجر يمضي قدما ما يعاتب نفسه. يعني المؤمن دايما يفكر في الكلمه، ويفكر بالاكل، فما طعمه حلال ومشربه حلال وغذي من حلال، والثاني مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام. فرق ما بين الاثنين مش كده ولا ايه؟ ده كلام مهم. يبقى النفس الاولى هي النفس الايه؟ الاماره بالسوء. النفس الثانيه هي النفس اللوامه، مش كده ولا ايه يا خديجه؟ طيب النفس الثالثه بقى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، هي النفس المطمئنه، هي التي اطمأنت إلى خالقها، اطمأنت في بسط الرزق، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري، الرزق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فهو رب السماء والأرض، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، كده ولا إيه؟ النفس المؤمنة التي استوعبت قدرة الله، وتبلور فيها الإيمان العميق والثقة بالغيب، لا يستفزها خوف ولا حزن، لأنها سكنت إلى الله واطمأنت بذكره وآنست بقربه، فهي آمنة مطمئنة، تحس بالاستقرار النفسي والصحة النفسية، عندهاش مشاكل خالص خالص. ليش يقلب دماغه على المخدة مش عارف ينام ولا يغمض عينيه؟ أصل مين اللي مش هيتغمض عينيه؟ إما الفاجر أو الكافر الذي لا يتقي الله، اللي هو اصلا لا يعبد ربنا سبحانه وتعالى، او الظالم، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم، مش كده ولا ايه؟ هذه النفس المطمئنه تشعر بالسعاده، ابتسامتها على وجهها، رضيت بما اوتيت ورضي الله عنها، فحق لها أن يخاطبها رب العالمين بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا سلام يا سلام على الكلام الجميل الرائع. هنا هذه النفس أحبائي الكرام تمسكت بالحق وصارت عليه. هذه النفس صدق فيها قول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وحدوا الله. شفت بقى ازاي؟ طمأنينة القلب سكينة، واستقرار بزوال القلق والانزعاج والاضطراب. الناس بقى اللي بتعاني بمشاكل نفسية، اللي بيعاني من القلق والتوتر الزائد، اللي بيعاني من اللي كده ومش عارف ينام ولا يغمض له جسم، كل هؤلاء عنده مشكلة في علاقة نفسه بربه، عنده مشكلة فيما بينه وبين ربه. هذه مسألة مهمة جدا، ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب، مش كده؟ وبعدين الصورة دي برضه صورة جميلة أو معبرة. محاسبة النفس صورة معبرة جدا، يعني تضفي دلالات كبيرة قوي. وبعدين بعض الناس أحبائي الكرام بيقول النفس المطمئنة، وفي نفس راضية التي رضيت بما أوتيت، وفي نفس مرضية هي التي رضي الله عنها سبحانه وتعالى، مش كده ولا ايه؟ ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وفي نفس ملهمة فألهم فجورها وتقواها، وفي نفس لوامة زي ما قلنا، وفي نفس أمارة بالسوء هي التي تأمر الإنسان بفعل السيئات التي أخبر عنها القرآن الكريم في الآية التي ذكرناها في سورة يوسف، مش كده ولا ايه؟ اللي بدأنا بها حديثنا عن النفس الأمارة بالسوء. هذه كلها أنواع للأنفس
أو للنفوس علينا أن نقف عندها وعلينا أن ندرك معناها ودلالتها. أيها الأحبة الكرام، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النفس قد تكون طارة أمارة وطارة لوامة وطارة مطمئنة في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة، بل في الدقيقة الواحدة. إيه رأيكم؟ في لحظة تبقى مطمئنة، وفي لحظة تبقى أمارة، وفي لحظة تبقى لوامة، كده ولا إيه؟ ولهذا أحبائي الكرام، المرجع والفيصل هنا هو في مدى ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه شروط محمد بيقول: وما شروط الخلوة؟ الخلوة تخلو إلى نفسك، تكن مع الله سبحانه وتعالى. عندما تفتح المصحف، عندما تخلو بنفسك وأنت في سريرك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. في ورد كده اسمه ورد المحاسبية، قبل ما تغمض عينيك وقبل ما تنعس كده وانت قاعد على المخدة ورا دماغك، تبدأ تقول بقى: أنا عملت إيه وظلمت مين وعملت إيه النهاردة وفدت المجتمع بإيه وفدت البتاع ده، إيه الكلمة اللي قلتها بترضي ربنا. هي دي الخلوة في أي مكان، لا تشترط، لا يشترط فيها لا طبيعة المكان ولا المكين ولا كذا، ولكن في لحظة وانت مغمض عينيك وسرحان كده تبتدي تحاسب نفسك، في لحظة وانت في وسط السوق وفي وسط الدوشة وفي وسط الهرج والمرج تستطيع أن تحاسب نفسك. ولكن أجمل محاسبية وانت قبل ما تنام، مش كده ولا ايه؟ فالانتقال من النفس، من حمأة النفس الأمارة إلى إفاقة النفس اللوامة، ثم إلى نقاء وطهارة النفس المطمئنة والثبات على ذلك، هذا كله يجعلنا نعرف موقعنا من أنفسنا. وده سؤال مهم جدا يا جماعة، غائب، غائب في تدريسنا، وغائب في جامعاتنا، وغائب في مدارسنا، وغائب في حياتنا، وغائب حتى في المساجد للأسف الشديد. الحديث عن مثل هذه القضايا غياب كبير جدا، ولا يتحدث الدعاء وعن مثل هذه القضايا إلا نادرا. مجاهدة النفس أمر مهم. شايفين هنا اللي ماشي ده كأنه ماشي في صحراء وماشي في طريق. عليك أن تجاهد نفسك، عليك أن تذهب إلى هذا الجهاد. هذه أحبائي أحوال النفس، أحوال النفس التي ذكرناها تدفعنا وتجعلنا وتدفعني وأنا أتحدث معكم أن نراجع أنفسنا. اعرف نفسك، واعرف نفسك ملينا سلسلة من الحلقات عرفها يا خديجة، اعرف نفسك اللي هي أنماط الشخصية، كيف نتعامل مع الشخصيات المختلفة. اعرف نفسك هنا بقى في ضوء النفس الايه المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء. من عرف نفسه أحبائي عرف ربه، وهنا يكمن سر السعادة. ففي القرآن الكريم: الدواء الناجع، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مش كده ولا ايه؟ تقرا الآية كده يا محمد كأنك بتقراها أول مرة، مش كده؟ يا شمس صح، يا نسمة صح، والله آية. بس احنا مشكلتنا هي نسمة ان اعلامنا لا يصدر مثل هذه الايات، كأن الحديث عن مثل هذه الايات، وهي ايات اهي: لا تحض على العنف، لا تحض على كذا، كما يدعي البعض للأسف الشديد، ايات قمة التسامح. فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ورغم هذا لا تجد ذلك يصدر في الاعلام، لا في الإعلام المسموع ولا المقروء ولا الإعلام المشاهد، لأنه الحديث عن مثل هذه القضايا هيخلي الناس في حالة تقوى وفي حالة هدوء وفي حالة سكينة، بينما الآخر عايز الناس متعطرطة، عايز شياطين الإنس تبقى صاحية دايما وفايقة، لأنه للأسف الشديد هؤلاء يروجوا للفساد والإفساد، هؤلاء يروجوا للنفاق، هؤلاء يروجوا للمحسوبية، هؤلاء يروجوا للنفس المفسدة الفاسدة، النفس الأمارة بالسوء، ولا يروج للنفس اللوامة ولا للنفس المطمئنة. هؤلاء للأسف الشديد لا يريد خيرا لهذه الأمة، لأنه لم يرد لهم في تربيتهم هذا الخير، وبيستخدموا هذا الاستخدام، وهذا ضمن ما يسميه البعض بأحجار على رقعة الشطرنج،
نلعب بالأمم حتى تتنازل عن دينها وعن قيمها وعن أخلاقها، هكذا يراد لنا، ولكن يبقى الإمام وتبقى الأمة في أمن وأمان وفي سلامة طالما أننا نتبع مثل هذه الآيات ونتبع مثل هذه القرآن. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أنا بقى عايز بسرعة كده هقرأ لكم بعض الأمثلة والحكم. مش احنا الحلقة بتاعتنا، البرنامج بتاعنا يا خديجة عن الحكم والأمثال ولا إيه؟ طيب أمال إيه اللي فات ده كله؟ إحنا بنعمل تأصيل للموضوع. ما ينفعش إن أنا أبدأ معاكم يا إعرف نفسك. طيب دي ماشي يا دكتور صلاح، خلص، إيه في إيه تاني؟ خلي في نفسك تستقم. يعني إيه يعني دكتور؟ يعني نعمل إيه يعني؟ أبص ورايا يعني ولا أعمل إيه؟ ولا أقسم نفسي نصين؟ خلي في نفسك تستقم. يعني نفسك تقول لك يمين روح انت شمال، ها؟ وده المقصود. يعني ما لا تهاود نفسك فيما تأمرك، لأن النفس دائما مش عايزة. إن لنفسك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا. إن لنفسك عليك حق. جزء من حقها بقى هنا يا محمد هو بقى المحاسبية، هو اللوامة. هو أن تكون لوامة. الحدث أكيد يرتبط بالمحاسبية، أكيد يرتبط بالتوقع. ما احنا قلنا أصل مسألة الفصل بين ما هو عقلي وما هو روحي وما هو نفسي مسألة صعبة جدا، لأن ده متداخل مع بعضية مصطفى، يتداخل مع بعضه فيجعلك في حالة انطباع إما إيجابي أو سلبي، إما تبقى راضي عن فعلك أو غير راضي. وده في جزء من الحدث نفسه، قدرتك على التوقع، قدرتك على أن تحكم، قدرتك على أن يبقى عندك حس وفاهم يا ترى الناس بتعمل صح ولا غلط. مش إنها لا تعمل أبصار وإنما تعمل القلوب التي في الصدور. الناس عارفة الحق والباطل وشايفين، ورغم هذا تلاقي الناس بتسقف وبتطبل على ايه؟ ما مش فاهم يعني التطبيل ده والتسقيف. هل دول فقدوا الحدث؟ هل دول فقدوا العزه؟ هل دول فقدوا النفس اللوامه؟ هل دول فقدوا النفس المطمئنه؟ ما هي مساله في النهايه مرتبطه بمعيار الايمان، في خلل في العلاقه مع الله. فبتلاقي غمي على امثال هؤلاء. عموما نفسك اقرب جار اليك. نفسك أقرب جار إليك. اليقين بأمر معين، اليقين في أمور معينة، يقين فيما لا فيما هو في غير معصية أمر مهم. مسألة اليقين والحديث عنها مسألة تحتاج إلى حلقات وتحتاج إلى يعني تفسير يجعلنا لا نريد أن نخرج عن إطار ما نعرضه الآن يا نسمة، ماشي؟ إلا إذا كان اليقين هنا إن شاء الله بإذن الله. حاضر حاضر إن شاء الله. فهنا أما بيقول إيه يا نسمة؟ نفسك أقرب جار لك. موافقين على ده ولا لا؟ أنا موافق. أقرب جار لك، الجار بتاعك يعني، أقرب جار لك نفسك، مش كده ولا إيه؟ طيب موضع الهوى في النفس، موافقين ولا طبعا موافقين. بنص القرآن هو كده، بنص القرآن. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، مش كده؟ فألهمها فجورها وتقواها. طيب قوم نفسك بالأخلاق تستقم، مش كده؟ قوم نفسك بالأخلاق تستقم. جميلة قوي دي، مش كده؟ اذا الاخلاق نعمة وقيمة لازم تدرس، ولازم يبقى في القدوة، ولازم تبقى موجودة في المدارس وفي المناهج وفي الاعلام وفي البيت وفي المسجد، كل مكان. قوم نفسك بالاخلاق تستقم. النفس هنا تبقى ماشية على الصراط المستقيم. يبقى ده درس جميل اهو، دروس تربوية من الحكم والأمثال. أصلح نفسك
يصلح او يصمت لك الناس، لا يصلح نفسه هتلاقي ربنا صلح له الناس اللي حواليه. اصلح نفسك يصلح لك الناس. جميله. كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان، مثل رائع مش كده؟ طيب اهي بالعكس تمام اللي بيحصل للاسف الشديد. النفوس الكبيره لا تعرف الراحه. خدتوا بالكم هنا المعنى هنا ايه؟ النفوس الكبيره لا تعرف الراحه. ليه؟ لان دايما في حاله قلق وخوف ومترقب وبيلوم نفسه. فالنفس هنا نفسه كبيره، مش نايم في الخط، ها؟ لا، نسوا الله فانساهم انفسهم. كده ولا ايه يا عم علي؟ صح؟ ما معنى الكبيره؟ النفوس الكبيره هنا هي النفوس العاليه اللي عندها همه عاليه. النفوس اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ذكرها في هذه التزكيه، قد افلح من زكاها. النفس اللوامه القريبه الى الله سبحانه وتعالى، لانها كلما اقدمت عادت وابت. ها؟ النفس التي تستغفر الله. هؤلاء الذين يذنبون ثم يستغفرون ثم يذنبون ثم يستغفرون، هؤلاء الله عز وجل يحبهم كثيرا. ايوه كده ولا ايه؟ طيب النفوس الذليله لا تجد الم الهوان. النفوس الذليله لا تجد الم الهوان والضعف، مش كده ولا ايه؟ لانها نفس ذليله. هيحس منين بقى بالالم بقى؟ ده تلم لانه ذليل وتابع. اصل كل معصيه الرضا عن النفس. اللي يحس ان هو راضي عن نفسه على طول كده يبقى على طول رايح للمعاصي. اصل كل معصيه الرضا عن النفس. خلونا اقول لكم حاجه ثانيه واحنا بنتكلم هنا. النفس مولعة بحب العاجل. من لم يكرم نفسه لم يكرم. من لم يكرم نفسه لم يكرم. النفس إن لم تتحرك، شوفوا هنا، النفس إن لم تتحرك تأسن. تأسن، عارفين الماء الآسن العفن؟ يعني مطلوب إن النفس تتحرك. ماشي يا محمد؟ قال ابن القيم: المؤمن لا يرى نفسه الا بعين النقصان. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، شيء جميل رائع ممتاز مش كده ولا ايه؟ طيب النفوس العزيزه يؤثر فيها يسير الكلام. واحد نفسه عزيزه تقعد بقى تقول له محاضره ولا يكفيه الاماءه والاشاره؟ يكفيه الكلمه، يكفيه الابتسامة، يكفيه الكلمة البسيطة عشان يرجع، لأن نفسه عزيزة. طب اللي نفسه خبيثة تعمل فيه إيه؟ ها؟ تعمل فيه إيه ده؟ تعلقه من رجليه؟ تقتله؟ تعمل فيه إيه يعني؟ من عرف نفسه فهو سيد ذاته. الانتصار على النفس فضيلة. النفس كالدابة إن لم تركبها ركبتك. إيه رأيكم في المثل ده؟ النفس كالدابة إن لم تركبها ركبتك. عندما تصغر النفوس تعظم الألقاب أو تعظم الألقاب. النفوس تبقى صغيرة، الألقاب تبقى كبيرة. شفتوا بقى إزاي الواقع اللي إحنا فيه؟ النفس تبقى صغيرة ودنيئة، تلاقي الألقاب بقى ايه؟ الباشا جه، الباشا راح، البيه، معالي، جناب، كده، لأنه ده نفس ذليلة حقيرة. النفس الضعيفة لا تقوى على التجربة. هانت عليه نفسه. من أمر عليها لسانه، من أمر عليها لسانه. شفت بقى ازاي؟
نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها. الله، نفس تحييها خير من ولاية لا تحصيها. احفظوها دي، يعني إحياء النفس وحده أفضل مرات ومرات من ولاية لا تحصيها، يعني من أراضي وضياع وبلاد وبتاع، وأنت تبقى رئيس عليه. شفت إزاي؟ كلام جميل. من لم يحكم على نفسه حكم الله عليه. يعني يقول لك حاسب نفسك الأول قبل ما حاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، مش كده ولا إيه؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، النفس ملك إن تبعتها ومملوك إن تبعتك. شفت بقى إزاي؟ النفس ملك إن تبعتها ومملوك إن تبعتك. شوف. ده كلام رائع. يا سلام. الانتصار على النفس يدوم ولا يترك أتى. من بدأ بنفسه فساسها، سياسة يعني سحبها كده، مشي مسكها، بدأ يعمل لها نوع من السياسة. من بدأ بنفسه فساسها أدرك سياسة الناس. جميل، حكمة ومثل. من يتقن فن العيش مع نفسه لا يعرف البؤس. من يتقن فن العيش مع نفسه لا يعرف البؤس. ايه رأيك في الكلام ده؟ ما دي حكمة احنا مش كاتبينها بس بنقراها. يعني النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. موافقين ولا لا؟ النفوس الكبيرة وحدها تعرف كيف تسامح. اكيد. طبعا. طبعا بنستدعي الآية إيه؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يا سلام. طيب، النفس العزيزة هي التي لا تؤثر فيها النكبات. تلاقي النكبات نازلة على دماغه أو على دماغها، ورغم هذا هي نفس عزيزة ترضى بقضاء الله وتسلم أمرها إلى الله، وتعلم أن الله مطلع على عباده. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، لأنصرنك ولو بعد حين. صح ولا لا؟ نفس العزيزة. نفس. من يتقن فن العيش مع نفسه لا يعرف البؤس. من سامح نفسه فيما يحب، من سامح نفسه فيما يحب أتعبها فيما لا يحب. جميل. النفس الكريمة هي التي لا تثقل عليها المؤونات. مش هتزودها المؤونة والبتاع دي، مش هتبقى حمل ولا عبء. ونحن لسنا سوى الصورة التي نقدمها عن أنفسنا. أفلح من حفظ من الطمع والغضب والهوى نفسه. أفلح من حفظ من الطمع والغضب والهوى. عليكم السلام، أهلا وسهلا فردوس.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنتم مركزين معانا ولا لأ؟ آه الكلام ده كلام مهم. طيب، النفس تجزع من الفقر، والفقر خير من غنى يطغيها. النفس تجزع من الفقر، والفقر خير من غنى يطغيها. حلو قوي دي، ركزوا فيها. النفس بتجزع من الفقر، طيب والفقر افضل من غنى يطغي هذه النفس. ففي واحد يقول لك ايه، ده انا لو كان عندي الفلوس دي انا كنت عملت حاجات رائعه، حاجات ايه بقى الحاجات الرائعه. وبعدين لما تديله الفلوس يبطل يروح الجامع، يبطل يتصدق، يبطل يذكر الله، يبطل يقرا في القران، يبطل يعرف كذا. طيب، ولهذا هذه مشكله كبيره جدا. النفس تجزع من الفقر، والفقر خير من غنى يطغيها. حلو قوي الكلام ده. ايوه. النفوس بيوت أصحابها. النفوس بيوت أصحابها، النفس دي هي البيت اللي أنت ساكن فيه. فإذا فرقتموها، إذا فرقتموها خبرت يعني عشان تدخل، فافرقوها بلطف. وأنت بتطرقها كده اطلقها بلطف وبهدوء كده ولا إيه؟ ولا تسلط أرض للزرع بغير حرث وبذور طبعا، ولا تزكو خلقة حتى تتحمل مضض المشقة. عمر النفس ما تزكى إلا إذا تحملت تعب ومشقة وجهد، والمسألة ليست يسيرة. ليس الجسم هو الذي يحمل النفس، بل النفس هي التي تحمل الجسم. عدوك بين جنبيك وجنده الهوى، فإن أطعته هلكت وإن عصيته نجوت. نقولها تاني دي، عدوك بين جنبيك وجنده الهوى، فإن أطعته هلكت وإن عصيته نجوت. الله، اجمعوا النفوس والتمسوا لها أطرف الحكمة، فإنها تمل كما يمل الجسد. شفت الكلام الجميل ده جدا. من لم يعرف نفسه ما دامت في جسده فلا سبيل له إلى معرفتها بعد مفارقتها جسده. أقولها تاني دي يا أبو حميد، عليكم السلام ورحمة الله، تركز معايا يا علي يا حبيبة. مركزين؟ حسين، من لم يعرف نفسه ما دامت في جسده وعايش يعني، فلا سبيل له إلى معرفتها بعد مفارقتها جسده. كلام رائع كده. أربع من كن فيه وجبت له الجنة: من ملك نفسه حين يرغب، وحين يرهب، وحين يغضب، وحين يشتهي. شفت بقى ازاي يا احمد يا ابو حميد؟ اربع من كن فيه وجبت له الجنة: من ملك نفسه حين يرغب، وحين يرهب، وحين يغضب، وحين يشتهي. الله، صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، إذن الكلام ده كلام مهم، وإن لم تطعك نفسك فيما تحملها عليه مما تكره
فلا تطعها فيما تحملك عليه مما تهوى. كده ولا ايه؟ صح يا نسمة؟ كلام ده كلام جميل ومهم. يا توسن انت ساكتة ليه النهارده؟ يا توسن طبعا الحديث حول أحوال الناس وأنواع الناس وكل هذه الأمور أمور تحتاج مننا إلى الوعي وإلى الفهم أحبائي الكرام، لأنه تزكية النفس تزكية تبدأ من الطفل وهو صغير عندما يعلم معنى الإيمان ومعنى أن هناك الله الذي يراقبه ويراه، الله يراني، الله يطلع علي. وتزكية النفس هي أحد تداعيات التربية الناجحة حتى تكون النفس نفس مطمئنة، وحتى تكون النفس نفس ملهمة، وحتى تكون النفس نفس راضية، وحتى تكون النفس لوامة، وحتى تبتعد النفس عن النفس الأمارة بالسوء وغيرها من أشكال التي لا نريد أبدا بأي حال من أحوال أن نذهب إلى الوقوع في مثل هذه المسالك التي لا نريدها أحبائي الكرام. على كل الحلقة بتاع النهاردة نفسي انه حضراتكم بعد ما ترفع نسمع الكلام ده كويس جدا ونركز فيه، لانه جزء من اليات تدريس علم النفس في المرحلة الثانوية وفي الجامعة يجب ان تهتم بمثل هذه القضايا. النفس المطمئنة لطالب الجامعة، النفس اللوامة لطالب الجامعة، النفس التي تدعو الى الهمة والرغبة في العطاء وليس فقط في أن تأخذ، ليست النفس التي تذهب مع الغريزة إلى فعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور في غاية الأهمية تحت عنوان مجاهدة النفس، وما أحوجنا إلى أن نعلم الطلاب في المدارس هذه الأنواع، ما أحوجنا إلى أن ندرس ماذا نعني بالنفس المطمئنة والنفس الراضية والنفس المرضية والنفس الملهمة والنفس اللوامة والنفس الأمارة، وكيف نتعامل مع هذه الأنواع من الأنفس. أيها الأحبة الكرام، هذا موضوع في غاية الأهمية بدأناه مع حضراتكم في هذا اللقاء الذي حددناه في هذه العناوين: ماذا نعني بالنفس، وما أنواع النفوس، وهل نحن الآن قادرين على أن نحاسب أنفسنا بين الحين والآخر في مظلة النفس اللوامة، ثم ما الدروس والعبر التربوية التي استفدناها مما عرضناه من بعض الحكم والأمثال حول النفس، ثم في النهاية نخلص من النهاردة من بالليل يعني في أي وقت أن نحاسب أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليه. هذا الدرس البسيط السريع، بقالنا تقريبا ساعة إلا عشرة أو كده، كفاية أو علينا هذا الأمر. هسألكم بقى، استفدتوا إيه النهاردة؟ إيه أهم الدروس التربوية التي استفدناها اليوم؟ كل واحد يكتب التعليق باختصار شديد جدا، وأنا لكم من الشاكرين. يلا كل واحد يكتب تعليق واحد. ربنا يبارك فيك. اللهم اجعلنا ممن تكون نفوسهم مطمئنة. اللهم امين يا علي. ضرورة محاسبة النفس. شكرا يا فردوس. يلا كل اللي معانا اللي كانوا بيسمعوا ساكتين ومركزين، كل واحد يكتب بقى كده قاطرة سرعة. الوقت عدى معاكم بسرعة بجد.
الوقت عدى بسرعة بشكل سريع جدا. بارك الله فيك. لو لم يحاسب الإنسان نفسه بإنصاف واعتدال لا يستشعر معنى الإنصاف الروحي. أحمد، مش لاحق أقرأ الإجابات. الاهتمام بمحاسبة النفس، المجاهدة في الوصول إلى أرقى النفوس وهي النفس المطمئنة. اللي ما قريتش استجاباتهم يسامحوني يعني. معرفة أنواع النفوس الموجودة في الفصل ومعالجتها. أيوه، لو لم يحس الإنسان نفسه بإنصاف واعتدال لا يستشعر معنى الاطمئنان الروحي. كلام جميل. الاهتمام بمحاسبة النفس، كريم. نسمع، المجاهدة في الوصول إلى أرقى النفوس وهي النفس المطمئنة. محمود، اعرف عدوك تأمنه والنفس عدو ذكي. معمر، إن النفس لأمارة بالسوء. الله، أنت ناس جميلة ورائعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا نفسا مطمئنة. اللهم أمين. نحن وإياكم وكل من استمع وشارك وكان معنا في هذا اللقاء، أحبائي الكرام، سعدت بكم وشرفت بكم بجد. الوقت معكم مر بسرعة سريعة جدا، يعني أنا نفسي منش يعني كأني لم أقل شيء، والله بجد بصدق يعني، وكأني لسه لم أبدأ المحاضرة، ولكن لأن الموضوع موضوع جميل وموضوع طيب وقريب إلى النفس. فكما قلت، أربع من كنا فيه وجبت له الجنة: من ملك نفسه حين يرغب وحين يرهب وحين يغضب وحين يشتهي. ما أجمل هذه الكلمات وما أعظم قوله سبحانه وتعالى: فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اللهم اجعلنا ممن يزكوا أنفسهم يا رب العالمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، جمعنا الله وإياكم على الخير والإيمان. حفظكم الله وحفظ هذه الأمة من كل شر وكل مكروه. اللهم من أراد أمتنا بشر فرد كيده واجعل تدبيره تدميره، ومن أراد أمتنا بخير توفقه إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. أنزل السكينة على قلوب المؤمنين. اللهم أمين. آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. نلتقي بكم على خير أحبائي الكرام في نحو التميز للمعلم يوم الثلاثاء إن شاء الله في 8 مساء على خير. ألتقي بكم في أمان الله. أستودعكم الله. ما تنسوش تتابعوا الحلقات اللي فاتت. الحلقة السابقة كانت إعادة لحلقة الصمت لو تذكروا، وبقية الحلقات، وخديجة ربما تضع لكم رابط الحلقات لما ضعه اليوم لمن لم يشارك معنا من قبل. شاكرا لكم في أمان الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.